السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة. طبعا أنا قطع البث المباشر عن بلعب محاكي المزرعة، فأجاني عقد زرع، فقلت والله ليش ما أعمله وأنا ما ننزل عنه فيديو، خليني أخذه وأنزل لكم فيديو. طبعا لأن زراعته وحصده شوي مشاكل، ما راح ندخل بالزراعة والحصاد، راح نحصد بس ونخلص القضية. فخلينا ناخذ العقد ونشوف شو الله يسر علينا. وهلأ ليتس جو. طبعا مثل ما انكم شايفين هاي العقد الارض رقم 11 اللي هي هاي الطويله. طبعا كل مطلوب مننا بس راح نحصد، ما راح نزرع ونشتغل شغلات ثانيه او ندخل في تفاصيل الزراعه. فراح انا طبعا ما عندي الايتمات، راح ياخذ مني 500 جار غطاء، فراح استاجرها منه. تمام شركه، طبعا على بالي روح الشوب راح تلاقي الاغراض موجوده قدامك. طبعا انا جينا هون على الشوب، بس خلينا نركب اي تراكتور ونحط الراس معه نصفه. طبعا انا منزل مود مسوي لي الفولو. اوبر حبيبي، خلينا نقعد اي ثانية. والله كان ودي انزلكم عن انه كامل، بس زراعته بسيطة ما كثير، يعني مثله مثل اي شيء مزرع، لانه ماكينة خاصة مثله مثل اي شيء، مثل الباقيات مزرع هيك انا بتوقع. ما بعرف انا يلا نقول له فولو، كنترول اف. تمام تمام هلا اخذنا الاو فولو. تعال يلا امشي وراي. طبعا الحلو مثل ما انا امشي راح يمشي. شوفوا الارض رقم 11 صح، خلينا نكبر الخريطة. تمام اوه توتت. طبعا هلا بنمر على ارضنا ونفرجيكم اياها. طبعا خلينا هنجهزها. وات 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 فتحتها مصيبة. اللي بعد يمشي بنص الشارع مثل حكايتي، والله مشي بنص الشارع بس ما يريد يتعبى بحدا، والله تعبى. خلينا نفتح لان ما في حدا قدامنا، نجهز حوالنا. لا 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 تعال هون شوي، ما بدي اكثر بالروح عشان ما الحق اشوف المجنون اللي ماشي وراي خربط في الطريق، مع انه ما كان ضروري اني اجيبه. تمام طبعا احنا نسينا نفتح هاي كمان. عجبتكم نزلكم عن زراعته وتفاصيل زراعته، ممكن هذا الاشي مستقبل نزلكم عنه، بس ما راح نطور بالحكي كثير. وات تمام بس هيك يعني نشوفه. لا وقف وقف حبيبي، وقف حبيبي، وين رايح انت لحقه؟ اشوفه خلاص تعال توقف لي هون هيك على الطريق على قارات الطريق. هاي مزبوط معناته فيها، هاي نفس اللي عندي. لا ما هي نفس اللي عندي، ما هي نفس اللي عندي، بس يعني نفس الشكل تقريبا. كل مونة لك بتاخذها وبتحط فيها حتى الموارد البذور كلياتها، وتحط معها سماد اذا بدك، او تحط معها سماد وبس وتشتغل. طبعا في عندك هي كمان نفس المبدا، بس اتوقع هي اكبر. ايش الفرق بين هاي وهي؟ العرض بس. طبعا اذا بدك تنوي تزرع شوندر سكري، طبعا هون تاخذ مع السماد، وهون تاخذ بدها اي جي سي او. طبعا قبل ما انهي الفيديو بحاول ادوركم على عقد زراعه، اذا لقيت عقد زراعه شو اسمه بحط لكم اياه، لان هو اكثر شيء انتبهت الزراعه ماشي كثير صعبه. اصعب شيء هو الحصاد، واذا ما لقينا راح انام اثيق وكمل لكم الفيديو. انا ما راح يكون طويل، انا بعرف هذا الاشي، فراح انام اثيق وانزل لكم عقد ثاني. يعني نمسك عقد مثلا شواندر سكر او جزر او شوف شيء هيك نمسكه، ونكون كمان نحصده ونفرجيكم شو عملية الحصاد. طبعا هلا هو مش طالب مني بالعقد، طالب مني اني اوصله لجرين ميل. الجرين ميل طبعا هي جرين ميل وين صارت؟ هاي ايوه القريبة جنب ال 14. حلو نروح على التراكتور. كابرون لف هيك تمام. هو سريع كمان، ها تمشي سوا 16 نايس. اوكي ما بعبي لي يا الله.
طبعا اصعب شيء، اصعب شيء شفته بهاللعبة هاي، اصعب شيء عقد البطاطا. يهلك هلاك هلاك هلاك، حتى تشوف يعطوك ارقام كتير كبيرة عليها. اكثر شيء واصعب شيء، بس بوقف هلا، خلينا نوقف الفيديو ونرجع لكم لما خلص العقد ان شاء الله. طبعا هلا خلصنا عقد الذرة وسلمناه ونسيت افرجيكم، سوري نيسا. طبعا في هون حاطين عقد ثاني انه هو نشتغل بالجريس. طبعا قلت لكم راح امسك لكم عقد ثاني، فراح ندور. طبعا مثل ما شفت في هذا عقد، يعني شفت اوت، يعني مثل القط، مثل الفاصوليا، مثل مثل الشعير، مثل القمح، مثل اي اشي. هون نرش سماد، هذا العقد بدنا نرش له سماد، مع انه السماد عقوده كتير كويسة وجورهم كتير فخمة، وخصوصا عندي ماكينات كتير، يعني عندي ماكينات السماد فممكن استفيد منها واشتغل عليها بشكل جدا كبير. بس ما بديش امسك ولا شيء للسماد عشانكم، فرح اخذ الجريس. طبعا في هذا رقم 30 وفي هذا رقم 3. طبعا عدد الماكينات 1 2 3، وفي 5 ماكينات تانية رح تشوفوها لو بالكرج رح تاخذهم. بس انا ارض 3 ولا 5 ولا 30، 30 هاي وثلاثة هي. طبعا اثنيناتهم مثل بعض تقريبا، بس راح اخذ 3 لان قريبة من الشوب، ما بدي اتوجع راسي بالروح وجاي على الكراج. فراح ناخذ رقم 30 مع الايتمات، طبعا مع انه عندي انا ماكينات بس راح اخذ مع الايتمات. طيب خلينا هلا نروح شوف في عندنا ماكينات. وات ذا فك، شو هدول؟ والله هي بعرف يعني ايش، وهي يمكن، وهي بعرف يعني ايش، بس هي بشان ايش وهي بشان ايش. طيب خلينا ايوه والله، هو بالاول لازم نحن نحصد، اول شي لازم نفلحه بهدول الماكينات وبعدين نشتغل بوحدة وحدة من هدول. بس هو ما بعرف طول، لا راح نجرب ولا هدول. اول شي لازم نفرشه بهاي وبعدين بهاي، ومثل ما يقول نحلقه، بعدين هدول الماكينات اتوقع يجمعوه، وحدة وحدة تسوي لونه اسود وهيك تغير لونه، والثانية تسوي شو اسمه، والثانية بدها تجمعه بالنص خط، بعدين تيجي الثالثة اللي هي بدها بعد ما انت تجمع وتسوي هذا الاشي كله، بدك تيجي الثالثة اللي راح تكون شغلتها شو نضل لك اياها، راح تكون شغلتها تسوي بقوالب، بعدين تيجي الماكينة الأخيرة اللي هي بتلم القوالب كلياتها. والله قوية هذا لحد هذا لحاله بده يكون فيديو لعوالي يا زلمة. طيب طبعا انا شغل عامل بلكي يشتغل معي، والله اشتغل منيح، نايس اشتغل، هات اشتغل نبدأ بويا. طيب خلينا ننزل نفتح هاي. اعتذر شباب عن عدم اكمال الفيديو بسبب انه بعد ما اخذنا عقد الكريس انا فكرت ان شغلته بسيطة، بس انه نخلق الارض ونحولها لقوالب وخلصت. بس مثل ما شفتوا كان في عندي فعاليات كتير، وانا كملت التصوير وما كنت منتبه انه في اخر ما يوقف تقريبا، طولت عم بسجل تقريبا ساعة كاملة بس تقريبا بس بشان الجريس. فلذلك قلت خليني اعمل فيديو تاني، وتقريبا احنا وقت وصلنا للجريس كنا طافين 8 دقايق، وقت ما رح نكمل اذا كان فيديو طويل. فقلت رح اعمله هذا بشكل مختصرات، رح تشوفوا لقطات قصيرة مختصرة عن هذا. فيديو جاي رح يكون ان شاء الله، وفيديو جاي رح تشوفوا عملية الجريس كاملة وشو رح تكون عملية. مشاهدي ممتع لنهاية الفيديو، أشكرك في اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.